من إجابة على توجه موحد. واليوم أنا أقترح أن نجلس مع زعيم المعارضة من أجل الخروج من هذا الجمود حتى نتأكد من حصولنا على خطة للخروج وللموافقة على تلك الخطة. هذه الخطة مهما كانت يجب أن تكون متوافق عليها بين الأعضاء 27، وهذا لا يعني أننا سوف يتوجب علينا أن نعيد التفاوض من جديد، ولكن يجب علينا أن نكون متيقنين من نوعية الاتجاه المستقبلي الذي نريد لعلاقاتنا السياسية بأن تكون مع الاتحاد الأوروبي. وبعد موافقة البرلمان على ذلك سوف أخذ تلك الاقتراحات للاتحاد الأوروبي والقمة الأوروبية. هذه التصورات لعلاقاتنا المستقبلية مع الاتحاد سوف نقدمها للبرلمان، وأنا ألتزم بإلزام الحكومة بتوصيات هذا النقاش الصادر عن البرلمان. علينا أن نتأكد أن نتوصل إلى اتفاق على جدول زمني قبل 22 من شهر مايو أيار المقبل حتى نتجنب المشاركة والخوض في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة. هذا وقت صعب بالنسبة للجميع، هناك المشاعر الجياشة المتصاعدة من كافة الأطراف، ولكن علينا أن نركز جهودنا وأفكارنا على تحقيق رغبة الشعب الأوروبي والشعب البريطاني وتحقيق الوحدة الوطنية من أجل مصلحة وطنية مشتركة.